ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحلى مشاهدين في الدنيا، مشاهدين قناة وصفات رهيبة مع رشا. ما تنسوش يا جماعة لو مش مشتركين في القناة نشترك كلنا، علشان كل يوم بننزل وصفة جديدة وصفة مفيدة ليكي. وما تنسيش تفعلي الجرس علشان خاطر يوصلك كل جديد أول ما ينزل، وتكوني أنت أول واحدة شايفة فيديوهاتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحلى أخوات وأحلى أمارات وأحلى متابعين في الدنيا كلها، متابعين ومحبين قناة وصفات رهيبة مع رشا. ازيكم يا حبايب قلبي؟ وحشتوني كتير، يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال دايما. النهاردة هنعمل مع بعض كريم للبشرة. كان سبق قبل كده عملنا كريم للبشرة، كان حاجة منتهى الأمر. واللي ما شافش الفيديو يا ريت يشوفه، لان يعني بدل ما تروحي تشتري كريم للبشره بسعر ما 500 و600 وحاجات مش هتجيب نتيجه عليكي وعلى الكريم اللي محطوط على القناه، حاجه كده تحفه من حيث بقى الترطيب، من حيث التفتيح، من حيث كل حاجه منتهى الامر. علاوه ان انا قلت لك على اسماء كريمات في الصيدليه، نوع ب 14 جنيه ونوع ب 12 جنيه، الاثنين خاصين بالتفتيح وبالكلف وبالحاجات ديت. برضو الفيديوهين دول مهمين جدا، اللي ما شافهمش ممكن ينورنا بعد ما نخلص الفيديو ويشوفهم. علاوه عن ان احنا استخدمنا بشمعه، وقلنا ازاي ان احنا بشمعه ممكن نستخدمها ونشيل الكلف ونشيل الاسمرار ونشيل الهالات، برضو ده فيديو حلو جدا اللي ما شافهوش يشوفه. فالنهارده هنكمل وصفات التفتيح وهنتكلم عن قنبله التفتيح. ما ينفعش نتكلم على الكولاجين او نتكلم على التفتيح او نتكلم على اقوى كريم في على المجره كلها من غير ما نتكلم على اللبان الذكر. طبعا كلنا عارفين شكل اللبان الذكر، ثواني افتحه لكم. بيكون ده شكله، تمام؟ بتجيبيه من عند اي عطار، مش غالي يعني. لو انت قلت له عايزه بخمسة جنيه ولا عايزه بتلاتة جنيه هيديكي منه كميه. في فرق ما بين اللبان الذكر يا جماعه، وفي فرق ما بين السمغ. السمغ بتحسي ان لونه زي عسلي كده، اللبان الذكر ده شكله زي ما انت شايفه كده مبيض. طيب هعمل ايه؟ اساس الكولاجين اللي احنا بنروح نشتريه بالشيء الفلاني، او امبولات الكولاجين اللي انا جيت قبل كده قلت لكم يا جماعه احنا عاوزينها وبندخلها في كريمات للشعر او كريمات للبشره، اساسه موجود في اللبان الذكر دوت. فبدل ما اروح اشتريه غالي، او بدل ما اروح اجيب مواد يعلم متصنعه من ايه، هصنعه انا في البيت بطريقه سهله جدا وبشكل سوفت جدا لطيف قوي، طريقه هتعجبك جدا. اول حاجه عاوزاها منك يا قلبي، عايزه نص كوبايه من الميه السخنه، نص كوبايه ميه سخنه، تمام؟ وهتحطي لي فيها معلقه من اللبان الذكر، يبقى نص كوبايه او نص فنجان زي ما انا عامله كده، ده فنجان كبير يا جماعه، نص فنجان وعليه معلقه من اللبان الذكر. بتسيبيه يوم كامل وتغطي عليه وتسيبيه يوم كامل مع بعضه مع نفسه. انا لما سبته هنا زي ما انت شايفه تحسيه اتحول للبن، واللبان اللي هو اهو زي ما انت شايفه تحسيه طري جدا. بصي بقى حتى نفس شكل اللبان اهو، وبيشد حتى اهو، ثواني لو انت خدتي بالك تحسيه اللي هو برضو بيشد معانا زي اللبان. ما ينفعش تستخدميه صلب كده، لازم الاول تحطيه في ميه لمده يوم كامل وتكون الميه سخنه، ولحد لما يقلب معاكي بنفس قوام اللبن ده او نفس شكل اللبن ده، ابيض بالمنظر ده. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ هاخد النص كوباية اللي فيها الخير والبركة ديت وهصفيها. لو انت عاوزة تستخدميه على لحد كده بالخطوة دي وتاخدي كده، ده يبقى معاك زي غسول، وتاخدي بقى قطنة وكل يوم تعملي بيه تحت عينك وعلى بشرتك ووشك، عايزة اقولك مفيش احلى من كده تاني. اللبان الذكر او كريم الكولاجين اللي احنا هنعمله النهارده حلو جدا للناس اللي عندها سمرار، الناس اللي عندها كلف قوي جدا، حلو جدا برضو للهالات، مفيش منه اي ضرر لما تستخدميه تحت عينك. حلو جدا ان هو بيشد البشره والتجاعيد، يعني اساس الكولاجين ان هو بيشد البشره والتجاعيد. الناس اللي شكلها مدي 50 سنه و60 سنه وهي لسه شباب في العشرينات، عليكي وعلى كريم الكولاجين دوت. مش شرط انك انت عشان مثلا ازيد من 40 او ازيد من 50 فطلع لي تجاعيد، بالعكس ده دلوقتي عايزه اقول لك ان الناس دلوقتي بقى 17 و18 سنه وعندهم تجاعيد من كتر طبعا الوقفه في الشمس، او ناس كانت تخينه مثلا وخست، فتلاقي كل الناس دلوقتي بقى عندها تجاعيد. فعشان بشرتك تبقى اموره كده وتطلعي في الاخر شبه شيرين رضا عليكي وعلى الحاجات اللي انا بقول لك عليها النهارده دي تعمليها. لا هتستخدميه في شكل غسول زي ما بقول لك كده، هتصفيه وهتاخديه تستخدميه بقطنه وتدعكي تحت عينك وعلى بشرتك وكل مكان انت عايزه تشديه، ورقبتك طبعا، يعني ما تعمليش الوش وتسيبي الرقبه بتجاعيدها بحاجتها.
وتحطي على رقبتك وتسيبيه لمده تلت ساعه او نص ساعه، تلاقي وشك اتشد وبقى جميل كده بيتنفس، هتاخديه تشطفيه. ده كده الحل الاولاني، سهل جدا. طيب انا بقى عايزاه يكون في شكل كريمي ويبقى ايه، لطيف جدا زي الكريمات الغاليه اللي احنا بنجيبها من بره. هتروحي يا حبيبه قلبي مصفيالي الخليط اللي معايا دوت كده بشاشه، اي شاشه او اي فرده شراب، بس مش بتاعت جوزك النهارده. النهارده يا جماعه مش هنيجي جنب شرابات جوزنا خالص. هتجيبي بقى فرده شراب من بتاعتك انت اللي هي شرابات الفوال الفليل الخفيفه ديت، وتصفي بيها او باي طرحه عندك مفيش مشكله، تمام، لحد لما يتصفي خالص ما يبقاش فيه اي شوائب. صفتيه هتروحي جايبه نص معلقه من النشا اللي هي كورن فلاور، وترفعيه على النار لحد لما يتقل. هوريكم دلوقتي امتى نطفي عليه، يعني انت هتروحي واخده دوت وتحطي عليه معلقه من النشا وتدوبيهم كده هنا الاول. بعد ما تصفيه خالص طبعا اتصفى وبقى معاكي لبن زي الفل، هتحطي عليه معلقه النشا وتقلبي تقلبي تقلبي وترفعيه على النار لحد لما يتقل بس، وهقول لك بعد كده هنعمل ايه تاني. ورجعت لكم تاني يا اماراتي بعد ما حطيت معلقه النشا ورفعته على النار لحد ما القوام بتاعه يبقى بالمنظر الامور ده. بص تقيل ازاي، تحسيه عامل زي الجيلي او تقيل خالص كده زي ما انت شايفه. طيب ده كده بقى ملمسه كريمي وزي الفل. انت عايزه تستخدميه كده يعني منتهى اللوز، هيبقى حلو جدا وهتستخدميه ومفيش منه اي مشكله على بشرتك، وهتبقي عملتي كريم الكولاجين اللي قلب الدنيا اللي بيتباع بره ب 500 وب 700. طب انا عايزه ادعمه اكتر، عايزه بصي بقى اخليه اللي هي وصفه ملهاش حل، اضيف له ايه تاني يا راشا او اعمل له ايه تاني عشان خاطر ازيد من كفاءته اكتر واكتر. يبقى عليكي يا قلبي وعلى اي نوع كريم بشره عندك ايا كان نوعه. انا هنا مثلا هستخدم النوع دوت، انت عندك نيفيا حطي اي نوع كريم بشرة ايا كان تحت اي مسمى، تمام. هاخد مثلا منه هنا كده معلقة، تمام، وهحطها على الخليط بتاعي دوت، وثواني بس هديله تقليبة لان البطرمان ضيق. لو انت عاوزة الاول خالص وانت بتشتغلي فيه وبتعملي فيه ميه عشان خاطر تسيبيها تنقع، تبدلي الميه العاديه ديت بميه بتاعه ورد، هيبقى منتهى القمر. يبقى انا لما بنقعه يوم كامل في ميه، ممكن تبدلي الميه دي يا قلبي بميه ورد وتنقعيه فيها، هيبقى معاكي حاجه منتهى القمر. يبقى انت استغلتي برضو ميه الورد بحلاوتها بجمالها، وفي نفس الوقت برضو استفدتي من ايه، الحاجات بتاعه الكولاجين اللي في اللبان. الميه بتاعت اللبان اللي بقول لك حطيها على بشرتك في الاول دي لو خدتيها شربتيها وانت عندك كحه او عندك بلغم على صدرك، صدرك هيبقى منتهى القمر، مفيش كحه مفيش بلغم. الرجاله اللي بتشرب سجاير وصدرها فيه بلغم عليكي وعلى ميه اللبان الدكر حاجه كده منتهى القمر. بصي بقى شكله بعد ما ضفت له الكريم. معلش يا حبايب التصوير فصل، ما اكملني جودي في المدرسه وانا اللي بصور واقفه لوحدي، فمحتاسه حوسه سودا وادي لوجي صحيت وكملت. بص يا حبايبي كده حطيت معلقه الكريم وقلبته، بص كده هوريك اهو بظهر المعلقه، بص القوام بتاعه عامل ازاي، كريمي جدا وحلو جدا اهو زي ما انت شايفه. هتاخديه بقى تحطيه في التلاجة 5 دقايق او من غير تلاجة، تحطيه بقى وتحطي منه على بشرتك. انت ما تكتريش، يعني لما تيجي تعملي ما تعمليش كميات، يا دوب على قد معلقه، المعلقه الواحده هترمي معاكي كميه كبيره، خلصيها واعملي تاني. تحطيه على وشك بقى، هتفرديه على وشك نص ساعه وبعد كده اشطفي وشك واتفرجي على الجمال، حرفيا بيشد الوش شده مش هتشوفيها في اي كريم على المجره تاني. اللبان اللي بيطلع بعد ما احنا بنصفيه ده ما بيترميش يا جماعه، بقول لك كليه حاولي تاكليه او تديه لحد من ولادك، حلو جدا جدا لتنظيف الصدر ولتهدئه الصدر من الكحه. وزي ما بقول لك كده الميه هتستغليها ممكن تشربيها او تكملي بيها تعمليها كغسول او تكملي بيها الكريم. اتمنى الوصفه تكون نالت رضاكم. بصوا شكله عسول ازاي، بصوا القمر، يا ريت بقى كلكم تجربوه وتقولوا لي رايكم فيه في التعليقات. لو تصوير الفيديو ده مش مظبوط فسامحوني لان جودي مش معايا وجودي هي مديره التصوير. ما تنسيش اللايك الجميله يا نور عينيا، وما تنسيش تختمي الحلقه بالصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.